خالد بيبو بيحبه جدا. طبعا كان كابتن فاروق معانا حاجه حصريه لينا، كان تداولت خلال الفتره اللي فاتت اتفضل يعني مشاكل ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وفايلر المدير الفني للنادي الاهلي من بعض الاشخاص، وقال حصلت خناقه وحصل وحصل وحصل. طب ما تيجوا نشوف الخناقه كده حصريه عندنا في برنامج الاشبال، نشوف الخناقه بس مش الخناقه القديمه، الخناقه بتاعت النهارده. شريف اكرامي واحمد حسام عاشور و واسمه ايه محمد محمد، احنا في واحد ناشئ لسه طالع جديد النهارده ده طالع يعني هربان من فرقه الناشئين. شاكرين يا رجاله. صراحه خناقه جامده جدا جدا جدا، كلها تقطيع هدوم كمان. ده كان بعض يعني من لقطات احتفال النادي الاهلي النهارده، اللعيبه والجهاز الفني بقياده فايلر وكل اللي شغالين في فريق الكوره بالكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده بعيد ميلاده، اللي بنقول له كل سنه وانت طيب يا عرب. يعني بيتهيألي كده يعني قطعنا الكلام ده يا كابتن.